شي مرة صار معك شي موقف وحسيتي انك انت ندمتي على هذا التصرف، او يمكن في كلمات كان لازم تقوليها وما قلتيها لدرجة كثير ازعجك الموضوع؟ هلا يمكن ما كثير بحس بالندم، بس ايه بيأنبني ضميري، يعني بيكون عندي هي دائما انه كان لازم ساوي هيك، لو سويت هيك كان احسن، دائما بحس بهذا الشعور. حاولي تراجعي حالك كل يوم شو عملتي بقيت النهار، كثير حلو. هلا في فرق بين اللي نحن عم نحكيه وقد مهم انه نحن نراجع ذاتنا وتصرفاتنا ان كان بخلال النهار وان كان باسلوب حياتنا، وفي فرق بين جلد الذات يلي بنحاول نعاقب فيها نفسنا دائما ومنفوت بمرحله الندم المبالغ فيه. رح نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع مع شزا بغدادي مدربه تنميه بشريه. صباح الخير. يسعد صباحك. صباح النور. شكرا. صباحك. صباح النور. يعني دائما المحاسبه موجوده عند كل شخص فينا، بس بتختلف هيك مثل ما بيقولوا بدرجات، بين الشخص اللي بيحاسب نفسه بشكل طبيعي وبين بيوصل لمرحله بيقولوا عم يجلد فيها ذاته. فخلينا نحكي شوي عن مفهوم جلد الذات. تمام، هنا مفهومين مختلفين تماما. حنبلش بالبدايه بالمفهوم الايجابي اللي هو محاسبه النفس، يعني الانسان اي فعل بيقوم فيه سواء ايجابي او سلبي نتج عنه عده نتائج، فبيبلش هو يفكر بالاشياء اللي قام فيها سابقا. اذا كان وصلان لمرحله الفشل فهو بيبلش يحاسب نفسه، فهي عتبه بتكون موجوده بين جلد الذات وبين الثقه بالنفس. فمحاسبه النفس هي النقد البناء يلي انا ممكن انظر بالنظره الايجابيه للموضوع، اعرف النقاط اللي انا غلطت فيها، ما وصل لجلد الذات اللي هو النقطه السلبيه تماما. فانا بعرف الموضوع اللي قمت فيه، شو هي اسبابه، شو كانت اسباب الفشل، وانه ما اعيد هي المحاوله. اما اذا كان عندي تانيب ضمير زائد ممكن يوصل معي لجلد الذات، او هي لوم الذات على الاشياء السلبيه اللي كانت. فجلد الذات الحقيقه بيحمل معنيين، ممكن يكون بالبدايه بالمعنى المعنوي وبينتهي بالمعنى المادي. نبدا بالمعنويات، هو جلد الذات او لوم الذات، تحقير الذات، ممكن وضع اللوم على النفس، هذا الصوت اللي دائما بيتراود ضمن ذهننا، نحن بالبدايه بنفكر انه هذا صوتنا. هلا شوي تاني حنكتشف انه هذا الصوت، صوت الجلاد، هو ما له صوتي ابدا، ما له صوت الانا. فدائما لما ببلش اسمع هي الكلمات السلبيه، خلينا بالبدايه نحاول نسال نفسنا، هل هذا الصوت هو صوت صديق، صوت انسان محب، او صوت انسان سيء، صوت جلاد؟ فاذا وصلنا لصوت الجلاد فحنحمل نحن معنيين، المعنى الاول هو المعنى اللفظي، لما ببلش هذا الصوت يعطيني كلمات سلبيه، كلمات اللوم، كلمات العتب الشديد، فهون انا بكون وصلت لجلد الذات بالصيغه اللفظيه. ممكن اذا استمرت وما كان في وعي من الانسان او من المحيط الخارجي او من التربيه السابقه، ممكن اوصل انا لجلد الذات بالطريقه الماديه، يعني نحن بالبدايه ببلش باللفظي، ممكن بعدين يؤدي للطريقه الماديه اللي هي تعذيب النفس او تعذيب الجسد. ممكن نلاقي حالات اليوم عم تصلنا تنتهي بالانتحار، طب هو قبل ما يوصل الانتحار كان بلش بجلد الذات. فجلد الذات ممكن انه يكون معنوي، وممكن انه يكون ايضا باسلوب مادي. يجب طبعا المحافظه على نسبه الوعي الموجوده عند الانسان، وما نستغني عن محاسبه النفس. يعني احنا اليوم عم نحكي عن جلد الذات انه هي نقطه سلبيه بحياه الانسان، ممكن انه يستغني عنها ليقدر يطور نفسه ويتقدم اكثر، ولكن محاسبه النفس بالنقد البناء هو نقطه جيده وتساعد الانسان على التقدم وخطوات سريعه بتكون. انت شخص ممكن يقول انا بلشت باول خطوه بجلد الذات، كل هي الفترة الماضية كان في محاسبة للنفس ونقد ذاتي ونقد بناء مثل ما بنقول، اليوم صرت بمرحلة الخطورة لازم أوقف عندهم. تمام، هي لها اعراض، يعني مثل ما قلتوا بالبدايه هي اصابه بتكون بالنفس البشريه. هي الاعراض ممكن تكون قله الثقه بالنفس، ممكن انها تعمل لي جلد الذات، او انه جلد الذات بينتج عنه قله الثقه بالنفس، قله النوم، اضطرابات النوم، ممكن يكون ارق، اكتئاب دائم، بنلاحظ عنده الفاظ سلبيه دائما موجهه لنفسه، هو بفكر انه هذا الصوت هو صوت الانا الداخلي، هو منه صوتنا، صوت الجلاد هو صوت الاشخاص السابقين لنا، هو صوت النسل السابق، هو صوت الوالدين، هو صوت الاجداد، هو صوت المعلم، يلي هو الانسان شربه معه مع الزمان بفكر انه هذا صوته. فنحن اليوم عم نوجه اضاءه، نقطه وعي، لحتى نقول لاي انسان بيعاني من هذا الشيء، ممكن يكون عنده اضطرابات ثانيه مثل الارق، قله التواصل الاجتماعي، قله الثقه بالنفس، التردد الدائم. يعني انا لما بيكون عندي صوت الجلاد عايش بذهني فبيكون الوعي قليل، هو لا يدرك انه هو صوت الجلاد.
لا يدرك ابدا، هو بفكر انه هذا صوت الانا وانه هو عم يساعده للوصول لاهدافه. فممكن انه يترجم عندي ببعض الاشياء، مثل ايضا عدم التوازن بالغذاء الصحي، بنلاقيه بيكون في شده بالتدخين، شده بتناول القهوه، تناول الشاي، المنبهات، لحتى يخرج هي الطاقه الكامنه، طاقه التوتر. طبعا بيكون عدواني، يمكن ما قادر يتقبل اي نوع من الصداقات او الوسط المحيط فيه. ممكن قلنا انه هو بيكون عنده ضعف بالتواصل الاجتماعي. نعم. نتيجه قله الثقه بالنفس. طيب خلينا نحكي شوي، مثل ما قلتي في عنا سببين لهي المرحلة. سبب ممكن يكون الشخص هو نفسه كتير عنده هي حالة محاسبة النفس من دون ما يميز، وسبب إما العيلة إما المدرسة إما عوامل سابقة. طيب كيف الشخص بيقدر اللي واصل لهي المرحلة ينقذ نفسه قبل ما يروح لمرحلة مثل ما قلتي الانتحار أو غيره؟ تمام. هو الإنسان ما بيكون عنده هذا الصوت، صوتنا الأساسي نحن صوتنا الحقيقي هو صوت المحب، صوت لانه اي انسان اسمع علاقات العالم هي علاقه حب الانسان لنفسه، حب الانسان لنفسه، لانه الانسان هو مرآه للمجتمع. فلما انا بحب نفسي ححب الاخرين، بالتالي رح اقابل الود والمحبه من الاخرين. فالصوت الجلاد ممكن انه يجيني اما من البيئه الداخليه اللي هي العائله او من المجتمع الخارجي. دائما لما بيكون عندي طفل، عم تكون الماما عندها جلد لذات طفله او الوالدين، المعلم بالمدرسه، فهو حيكتسب هذا الشيء من الوالدين، من حيكون ضحيه الوالدين، ضحيه المعلم. فمن الدائره الصغيره لمحيطه الاجتماعي حيكتسب هذا الشيء. خلينا نقول انه كان في تربيه صحيحه بطفولته، ولكن لما كبر بلش يندمج مع المجتمع الخارجي، بلش يتعرف على اصدقاء. نحن بنعرف للاسف بحياتنا عم نشاهد يوميا اشخاص سامين، نحن بنسميهم هن اللي ببلشوا يعطوا الانسان طاقه سلبيه، مفردات سلبيه، هدول بيقوموا بدور الجلاد، فهو عم يشربها منهم، يبلش يترجم هذا الشيء بنفسه. ممكن يكون من اصدقائه بالجامعه، ممكن يكون من مديره بالعمل، ممكن يكون من رفقاته، ممكن يكون من اي حدا خارجي. فهو اما بيكون من الدائرة الصغيرة اللي هي العائلة، أو بيكون من المجتمع والمحيط الخارجي له. تمام. هلا أنت الشخص بده يكون عنده يمكن هذا الوعي الكبير لحتى يوقف عند محاسبة النفس وما تتطور وتتأزم عنده الأمور. إذا ما عنده هذا الوعي وصادفنا هذول الأشخاص، كيف فينا ننصحهم أنهم يرجعوا خطوة إلى وراء ويمكن ما يفوتوا بهذا الطريق اللي يمكن بنهايته هي كثير موجعة للشخص أو حتى للمحيطين فيه؟ تمام. هي إصابة نفسية. فأي إنسان عنده جلد للذات اليوم عم يسمعنا بهي الدقيقة صار عنده الوعي. هو جلد الذات بيكون نتيجة عدم الوعي، هو لا يدري أنه هو يدور في دائرة جلد الذات. فابتداء من هي الدقيقة، ابتداء من أنه هو سمع، شاف، بلش يفكر. هلا ببلشوا المشاهدين يراجع ذكرياته، يراجع بعض نقاط الفشل اللي كانت موجودة عنده، فببلش يعرف انه هل هذا الصوت اللي كان معه بهي الدقيقة هو صوت الجلاد ام صوت المحب. هلا نحن ممكن نساعده بانه ندعوه لمحبة نفسه، ندعوه للتعاطف مع نفسه، نبلش نجرب نخليه يغير اسلوب الحوار مع ذاته، يعطي قيمة لنفسه. الانسان ما بيحصل على قيمة من الاخرين الا لما بيكون هو عاطي قيمة لنفسه، القيمة الصحيحة. نحن ما نتجه نحو الثقة الزائدة بالذات، ولا نتجه نحو جلد النفس. فيعرف نقاط ضعفه، يعرف نقاط قوته، يعرف انه نقطة الوعي هي نقطة الشفاء. فأي إنسان عنده إصابة اليوم بنقطة جلد الذات اللي هي إصابة نفسية وشديدة الألم، ممكن تكون أيضا يعني توصل لمراحل خطيرة. فهو بده وعي، لازم يعرف نقاط القوة الموجودة عنده، كل إنسان عنده نقاط قوة، لازم يعرف نقاط الضعف الموجودة عنده أيضا، ويوصل لمرحلة الشفاء اللي هي تقبل الذات، تقبل الأخطاء. خلينا ننظر بعين المحب لنفسنا وللمجتمع. ما في إنسان اليوم من العظماء الموجودين بالدنيا اللي عندهم إنجازات عظيمة إلا وكان عندهم بعض العثرات الصغيرة اللي كانوا يمرقوا فيها. فهي أي مشروع هو مشروع ممكن يكون في عقبات صحيحة، ممكن إنه يكون يزهر. فنحن نطلع على أي شيء بعين الإيجابية، نحاول نسلط الضوء الإيجابي على
جميع النقاط اللي احنا عم نعملها. انا لما بدي اتجه بحياتي او اي انسان يتجه نحو انجاز عظيم، هذا الانجاز العظيم ما بيكون بيوم، ما بيكون بدقيقه، انما هو عباره عن انجازات صغيره لمده سنه لمده سنتين لاقدر احدد انا هذا الهدف. فانا بدي اول شيء وجه الانسان لنقطه الوعي، فهو انسان مصاب بعدم الوعي، لا يعي هذا الشيء الموجود عنده، فممكن انا زيد الوعي عنده بنقطه جلد الذات وحاول تابع حالته. يعني نحن اليوم بيجينا اشخاص لما بنبلش نعطي نقطه الوعي بنقطه الثقه بالنفس، محاسبه النفس، جلد الذات، فيبلش هو يجلد ذاته لانه كان عم يجلد ذاته بعدم الوعي سابقا. فهي دائره كبيره وبتكبر، فلازم انا كمان اقدر اتابع الحاله معه، اقدر اني وجهه اكثر، يقدر يعرف انه اي نقطه ضعف هي بدايه لنقطه قوه، ينظر ل إنجازات الآخرين، أي إنجاز عظيم، الأشخاص العظماء ما مروا إلا بمراحل عثرات صغيرة أو كبيرة ولكن تجاوزوها. فهو لما ببلش هلا اليوم سمع المشاهد معنا على نقطة الوعي، بدنا لسه الخطوة القادمة هي التجربة، لما ببلش يجرب يتخلص من صوت الذات حيلاقي صوت المحب بلش يطلع، حيلاقي راحة نفسية أعلى، حيتجه لحاله لنقاط إيجابية، يبلش يحكي بالألفاظ الإيجابية. أيضا نحن بنوجه الوالدين اليوم ل بعض الكلمات اللي نحن بنوجهها لطفلنا. يعني مثلا انا بيجيني ام عندها طفل عنده ضعف بثقته بنفسه او عنده جلد الذات او محاسبه نفسه باسلوب خاطئ، فهي مثلا عنده مشكله بالمدرسه مع رفيقه، ببلش يحكي لمامته المشكله، تبلش هي انت شو عملت له؟ انت لانه حق عليك؟ انت فنحن بنتجه للام، يعني الدائره الصغيره بعدين بنشوف الدائره الكبيره. وهي يمكن اللي بتخلي الاطفال يبلش عندهم نواه جلد الذات. يعني يمكن اليوم سمعنا منك كثير تفاصيل مهمة، يمكن أي حدا عم بتابعها ممكن يعرف فعلا يرجع هيك يعيد تقييم مصالحته مع نفسه. بدنا نتشكر وجودك معنا. شكراً لكم، يعطيكم العافية، والشكر الأكبر لسوريا الحبيبة. شكراً لك شزا مرة ثانية. يمكن سلمى كثير مهم اليوم أنه نحن نحاسب نفسنا، في كثير من الأشخاص يمكن بيغلطوا مع ناس ثانيين بدون ما يكون عندهم أي ذرة تراجع أو حتى يراجعوا حالهم ويراجعوا نفسهم. شكراً لك.